إذن نذهب بكم إلى ملف يتعلق بزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، حيث البدء بالسعودية، هناك الأردن، وأيضا فلسطين المحتلة دولة الكيان الإسرائيلي هناك. للحديث عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ حازم عياد، الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ حازم. مساء النور أستاذ. يعني لو أردنا أن نسيق هذه الزيارة، كيف ترى، في أي سياقات يمكن وضعها؟ تفضل. بصراحة زيارة يعني مستعجلة، جاءت بعد تعيينه مباشرة أو إقرار تعيينه من قبل الكونغرس الأمريكي. نعم. مباشرة انتقل للعمل، فاتجه إلى المنطقة، أولا إلى القارة الأوروبية في بروكسل، ثم قرر جولة في المنطقة العربية. نعم. الغريب في زيارة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أنه لم يجتمع بطاقم وزارة الخارجية قبل انطلاقته باتجاه المنطقة أو جولته، وهو تقليد أساسي كان يجب أن يتبعه ليطلع على الملفات ويعني فسره لنا لماذا آلية العمل في وزارته، لكنه اتبع خطوة سريعة وخاطفة باتجاه القارة الأوروبية. لديك تفسير العربي لذلك أستاذ حزم؟ هذا التحرك يشير إلى أن بومبيو يريد أن يستثمر سياسيا في الأزمة في الملف الكوري الشمالي، الذي تحاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تظهر نفسها بأن الإنجاز في هذا الملف يعود لها، وهي تريد أن يكون له انعكاس على الملف الإيراني. وهذا كان موضوع لقاء بومبيو في بروكسل، وانتقل إلى المنطقة العربية أيضا يحمل الملف الإيراني ليقدم وعود المملكة العربية السعودية، وهو يريد أن يربط أيضا بين الملف الإيراني والملف التطبيع وصفقة القرن. فنجد أنه جولته تنسجم مع هذا التوجه ومع هذه السياسة التي يحاول أن يخلقها وزير الخارجية الأمريكي الجديد. نعم أستاذ حازم، هي محاولة للاستثمار بالوقت، ويعني تجنب البيروقراطية الأمريكية التقليدية ورسم معالم سياسة مبنية على إنجاز متخيل أمريكيا في كوريا الشمالية، ليعطي نفسه ذلك الزخم وتلك القوة، خصوصا أنه أطلق يعني قبل ساعات من إقرار الكونغرس لتعيينه وزيرا للخارجية، كان قد أطلقت صور خاصة به هو ورئيس الكوري الشمالي. نعم. وكأنه يريد من خلال هذه الصور أن يقول للجان الكونغرس بأنني أنا الشخص الفاعل، أنا القادر على تحريك الملفات. نعم. وهو يريد أن يستثمر هذا الذي ما يمكن أن تسميه إنجازا في المنطقة العربية بالسرعة الممكنة قبل أن تتكشف الحقائق حول كوريا الشمالية. جميل. لأن الملف الموجود في كوريا الشمالية الفاعل الأساسي فيه في الحقيقة ليست أمريكا، هي روسيا والصين. جميل أستاذ حازم، يعني كأنه أراد أن يرسل رسالة أن حتى القضية المستعصية لقد قمت يعني بحلحلتها أو فكفكتها. اليوم في زيارته للعربية السعودية ربما كان هناك عنوانين رئيسيين، تحدث عن ضرورة التماسك العربي بمعنى المصالحة مع قطر، هل الأمريكان، هل بومبيو جاءت في ذلك؟ ثم كان يتحدث عن إيران من منطلق البرنامج الصاروخي، لم يتحدث عن البرنامج النووي. يعني حدثنا عن قراءتك لهاتين المسألتين. في حركته باتجاه القارة الأوروبية كانت ميركل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان لها تصريحات واضحة بأن الملف الإيراني مراجعته ممكنة، لكن أن إلغاؤه غير ممكن. كذلك سبق السيدة ميركل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية قال إنه رغبة ترامب بإلغاء الاتفاق النووي هي نابعة من حسابات داخلية أمريكية وليست يعني نتاج لخروقات إيرانية. واليوم ميركل وتيريزا ماي البريطانية وماكرون اجتمعوا في لقاء مشترك وأعلنوا رفضهم الواضح لإلغاء الاتفاق النووي، أي أن التحرك بومبيو السريع هذا الخاطف
وجه بصخرة الآن واضحة، صخرة أوروبية. لماذا تحدث عن البرنامج الصاروخي؟ هذه صفعة، أول صفعة يتلقاها أستاذ حازم، رغم حركته السريعة محاولته أنه يستثمر فيما حدث في كوريا الشمالية، ورغم هذه الحركة المندفعة باتجاه المنطقة وباتجاه أوروبا ليخلق يعني مناخا يريد أن يقوم من خلاله انتصرنا ونحن قادرون على فرض إرادتنا على إيران وعلى إيران أن تفاوضنا من منطق الضعيف، الآن اصطدم بوضوح بالصخرة الأوروبية. جميل. تيريزا ماي، ماكرون، والسيدة المصالحة الخليجية أستاذ حازم لو سمحت. فهذا في أول فشل. نعم، دعنا ننتقل من قصة كان هو يتوقع أنه قادر على تحقيق مصر خاطف لكنه لم يحققه. طيب نجي على المصالحة. الذي يتوقع أن يحققه هو في ملف القضية الفلسطينية، هو يريد أن يحرك آلية التطبيع، يريد أن يتحدث عن استراتيجية جديدة تضم العرب والإسرائيليين ضد إيران، ويريد أن يتحدث عن صفقة القرن، لكن هناك واقع على الأرض لا يستطيع أن يتجاهله، وهو طيب. أن هناك حراك فلسطيني قوي. جميل. وهذا أستاذ حازم قد ينفجر في 15 أيار المقبل. أستاذ حازم، وهذا هذه صخرة أخرى سيواجهها بومبيو، وهي حقيقة وواقع. طيب أستاذ حازم، أنا سألتك عن موضوع تصريحات المتعلقة بضرورة إنهاء الأزمة الخليجية، المصالحة بين السعودية. الأزمة الخليجية كيف سينهي الأزمة الخليجية؟ هل هم جادون؟ بدأت عمليا بحفر قناة سلوى على الحدود القطرية. أي أن لا أحد يبدو أنه سيأخذ بومبيو على محمل الجد، والدليل أن عمليا السعودية بدأت بحفر قناة سلوى، فكيف سيجبر السعودية على وقف سياساتها هي والدول الرباعية ضد قطر؟ يعني هناك واقع، يعني حتى يتغير لا يتم بحركة خاطفة، يجب أن يبذل جهدا كوزير خارجية يمتد لأشهر حتى يغير هذا الواقع، وليس من خلال زيارة خاطفة يريد أن يستثمر صوره التي التقطت مع رئيس كوريا الشمالية كيم. هذا السلوك، يعني أنا أريد أن أقول يعني بصراحة وبتجرد أنه سلوك صبياني لوزير خارجية، لا أعتقد أنه سينجح في مهامه. نعم، لأنه التحرك الخاطف وتجاهل البيروقراطية الأمريكية، بدلا أن يلتقي مسؤولي وزارة الخارجية في واشنطن ويبدأ يبحث معهم ما هي المستجدات، ما هي خطوات العمل التي يجب أن نبدأ بالعمل بها، هو انطلق يريد وكأنه في حملة انتخابية أو حملة تسويقية لسياسة ترامب، وهذا لا يغير واقعا. نعم، يحتاج تغيير الواقع إلى جهد يبذل، دبلوماسية تستمر لأشهر وهي غير مبنية على ما كان يقوم به تيلرسون بالتأكيد. نعم، إذن يعني الزيارة على ما يبدو أنها مستعجلة كما أشرت. بدي أشكرك شكر جزيل، شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حازم عياد. شكرا، شكرا أستاذ حازم. أيضا معنا على الهاتف الدكتور خالد الترعاني المختص في الشؤون الأمريكية. دكتور خالد مساء الخير. حياك الله. يعني نحن نحاول قراءة زيارة وزير الخارجية الأمريكية للمنطقة، اليوم في السعودية، بعد ذلك الأردن وفلسطين المحتلة، يعني بين قوسين دولة الكيان الإسرائيلي. في أي سياقات تضع هذه الزيارة؟ ما الذي يريده وزير الخارجية الأمريكي؟ تفضل. شكرا، شكرا على الاستضافة أخي عبد العياصر. يعني نحن نعرف عن زيارة بومبيو إلى المنطقة من خلال ما يصرح به بومبيو. نعم. يعني نرى في ظل القتل الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين الفلسطينيين على حدود غزة في مسيرة العودة الكبرى، وهذا القتل على أمام شاشات التلفزة، يركز بومبيو على أن العدو الأكبر والراعي الأكبر للإرهاب هو إيران. نحن لم نستيقظ على التاريخ بالأمس وندرك أنه منذ الأزل المنطقة العربية هي بؤرة الصراع بين حضارات الشرق والغرب، بين فرس وروم، بين العرب والغرب عموما. نعم. الإشكالية هي ليست فيما يريده بومبيو. بومبيو هو يمثل هذا التوجه الغربي والمصالح الغربية عموما، زيارته لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتغاضي تماما
عن الجرائم التي ترتكبها دوله الاحتلال الاسرائيلي، هذا يعني نحن لا نوافق عليه ولكن نتفهمه لانهم هم في نفس المنطقه. نعم. ولكن الاشكاليه في هذه الزياره هو مثلا تطريح ولي على العهد السعودي محمد بن سلمان ان للسعوديه واسرائيل عدو مشترك. عندما تكون منطقتنا هي بؤره الصراع ونجد ان الجانب الذي فيه بلاد الحرمين يقف مع الاحتلال الاسرائيلي ضد خلينا اقول مثلا دوله الفرس ضد ايران، يعني هناك في خلل في حتى في نظرتنا انفسنا لدورنا في هذا التوازن الاستراتيجي. نعم. طيب دكتور خالد، يعني اليوم بومبيو تحدث عن استخدم مصطلح النظام الصاروخي الإيراني في السعودية، يعني هل هناك دلالات وراء هذا الاستخدام؟ هل هي فزاعة يستخدمها مجددا تجاه السعودية نتيجة الصواريخ التي تسقط من قبل الحوثيين؟ هل هناك تبدل وتبديل وتغيير في قصة الملف النووي تجاه القصة الصاروخية؟ يعني حدثنا عما يجري في 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 واشنطن. نعم، أنا برأيي أن الحديث عن النظام الصاروخي هو تفاعل مباشر مع قضية آلية تحصل الآن وهي عملية قصف الحوثيين للآمنين في الرياض وفي مناطق السعودية، وهذا ما نرفضه، يعني نرفضه جملة وتفصيلا، استهداف المدن العربية من قبل وكيل إيران في اليمن الحوثي. هذا مرفوض تماما، ولكن ندرك ايضا ان هذا التصعيد ضد ايران هو جزء من اعاده تموضع الولايات المتحده فيما الازمه السوريه، وهذه الشيطنه المبالغ فيها لايران والوقوف التحالف الجديد الذي الولايات المتحده والسعوديه وبكل اسف دوله الاحتلال الاسرائيلي، وطلب الولايات المتحدة أن تقوم السعودية بدفع تكاليف التواجد الأمريكي في سوريا، وتراجع ترامب أيضاً عن تصريحه بأنه سوف يسحب القوات الأمريكية. كل هذه القضايا واضح أن بومبيو اختار الشرق الأوسط لزيارة الأولى بعد أن زار بروكسل، هو يعني خلال ساعات من صحيح. اعتماد وزير للخارجية ذهب إلى بروكسل ومنها إلى السعودية ثم إلى دولة الاحتلال ومنها إلى الأردن. نعم. بالإضافة إلى عدد من الدول الخليجية. إذن هم مستعجلون برأيي على حسم الوضع الأمريكي في سوريا وحسم الدور الأمريكي في سوريا، والذي ترى فيه الولايات المتحدة نفسها وإسرائيل من جهة والسعودية بكل أسف وبعض دول الخليج في جبهة مقابل روسيا وإيران في جبهة أخرى. الإشكالية هو إعادة هذا التمحور حيث تكون إسرائيل جزء رئيسي، دولة الاحتلال الإسرائيلي هي جزء رئيسي من تحالف عربي ضد أطراف أخرى. نعم. بينما دولة الاحتلال هي الخطر الحقيقي على كل منطقة، كل ولايات المنطقة نحن نعلم هي من وجود هذا الكيان الغاصب في فلسطين. نعم. سؤالي الأخير لك دكتور خالد يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية حول المصالحة الخليجية بين قطر والسعودية، جادين هذه المرة أم أنها يعني جزء من سلسلة التصريحات الكثيرة التي يعني كانت تنقل البندقية من كتف إلى آخر في قصة الموقف، لكن هل هي جادة هذه المرة يعني كالعادة؟ نعم، أنا برأيي أن القضية يعني مفضوحة وواضحة، أن الولايات المتحدة تبتز كل الأطراف من أجل هذه المصالحة، هي تبتز السعودية وتبتز الإمارات العربية المتحدة وتبتز قطر من أجل هذه القضية المصطنعة في الحقيقة، يعني لم يكن هناك خلاف حقيقي، هذه كلها قضية مصطنعة، هي صراع بين الأطراف بشكل رئيسي السعودية والإمارات على الهيمنة في منطقة الخليج، ويكون يعني يود أن يكون هناك صوت واحد. قطر تغرد خارج هذا السرب السعودي الإماراتي، وهم يريدون أن يعني أن يجلبوها تحت الجناح السعودي الإماراتي، والولايات المتحدة فرصة ورخصة يعني تستثمر تبتز الجميع وأن يدفع هذا ويدفع ذاك وتبيع هذا صفقات كبيرة من السلاح. هي برأيي يعني هي كلها قضية مصطنعة، هي زوبعة في فنجان اصطنعتها السعودية والإمارات ضد قطر، واستغلتها الولايات المتحدة لجني مليارات الدولارات من العقود
في التسليح وجمع منها الاحتلال الإسرائيلي إعادة التمحور المطلوب. صحيح. بمواجهة إيران وروسيا للأسف. شكرا لك دكتور خالد الترعاني المختص بالشؤون الأمريكية، شكرا لك دكتور على وقتك. إذا أعزائي المشاهدين حاولنا أن يعني أن نضعكم بصورة هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكية، استمعنا من ضيوفنا الكرام لكثير من التحليلات حول ملفات كثيرة سيتناولها في المنطقة، جزء منها الصراع مع إيران، النظام الصاروخي الإيراني، المصالحة الخليجية، ثم صفقة القرن، أو ايضا الموقف من سوريا، الوضع الامريكي، التموضع الامريكي في 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 سوريا. نكتفي بذلك، نذهب الى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك لمواصلة ملفات استوديو اليرموك.